معايير إذا كان هذا العمل يعني تنطبق عليه المعايير مجتمعة فهو سيكون مشمول بالحصانة، أما إذا لم يكن من تنطبق عليه هذه المعايير فلن يكون مشمول. بمعنى من مارس هذه أو قام بهذه اقترف هذه الجرائم وهو يؤدي وظيفة كالضابط الذي ينفذ أو الجندي أو غيره، هنا يؤدي وظيفته، وربما كان القتل لدافع سياسي. لكن إذا كان هناك شخص ليس لوظيفته علاقة بما تم، فمثل هذا الشخص لا تنطبق عليه المعايير. وأنا أنا لن أتحدث عن أي نعم نعم لن أتحدث عن شخص، عن أنا أتحدث عن المعايير. نعم نعم. طيب الآن نعود للنقطة فيما يتعلق بقانون العدالة الانتقالية. هل تلقيتم الآن ملاحظات سواء من أحزاب سواء من منظمات سواء من هيئات مختصة أو مهتمة أو متابعة أو حتى ساحة الثورة؟ نعم، نحن تلقينا ملاحظات من شخصيات من منظمات، وهناك أيضا لا تزال هناك نقاشات. هناك يعني مثلا المعهد الديمقراطي الوطني يقيم سلسلة من الفعاليات مع منظمة المجتمع المدني ومع الأحزاب، ومهمتها أيضا بلورة رؤى وأفكار. نحن للتسهيل للناس لمن يرغب بأن يقدم ملاحظات أو مقترحات، لدينا فريق في وزارة الشؤون القانونية يستقبل هذه الملاحظات مباشرة لمن لم يستطيع استخدام التكنولوجيا، وأيضا موقع الوزارة يتلقى أيضا الملاحظات. يعني الأمر المهم أن الأحزاب الرئيسية وبالأساس هي الضامن لإنفاذ العملية الانتقالية وآليتها التنفيذية. حتى الآن لم نتلقى ملاحظات إلا من حزب واحد وهو موقع على الآلية وهو المؤتمر الشعبي العام، وباتجاه غير إيجابي. بقية الأحزاب لم نتلقى منهم هنا أي شيء. وأنا أعتقد أنا سأقترح على الحكومة أن الأحزاب الموقعة على الآلية يأتون بموقف موحد ولا يأتون بمواقف منفردة، لأنهم هم من وقعوا على هذه الوثيقة ومن ناقشوا النص عندما وضع للعدالة الانتقالية في هذه الوثيقة، وهم المعنيين بالدفع بالعملية السياسية للأمام وليس لإعاقتها، وإيجاد نقاشات في إطار أو بين هذه الأحزاب تعيق عمل الحكومة والسير إلى الأمام في إصدار قانون العدالة الانتقالية. هو لا رد سلبي من حيث وجهة النظر، يعني من حيث وجهة النظر ليس يعني المسودة التي يجري الحديث عنها بأنها ناقصة وقاصرة والى اخره، الرؤية الاخرى اتجاهها بأنها واسعة وشاملة، ويعني بهذا المعنى. لأنه صاحب هذا كان هناك هجوم على الموضوع القانون تحديدا من قبل ناطق المؤتمر، كان هجوم على القانون انه قانون مخلافي ليس قانون الحكومة. طبعا يعني هو التعرض لشخصي يظهر عجز هذا الطرف عن مناقشة الوقائع كما هي. يعني فأنا يعني جرى التعرض لي ليس من قبل المؤتمر الشعبي على لسان الناطق باسمه، وإنما أيضا مواقعه وصحفه واختلقوا وقائع ليس لها وجود، واستعانوا أيضا بأشخاص أرادوا أن ينسبوهم إلى الساحات وإلى الشباب وغير ذلك. هذا الأمر يظهر يعني بأنه يعني الإخلاص للعملية السياسية وانتقال اليمن إلى بر الأمان لا يزال غير مسلم به في إطار المؤتمر الشعبي العام. وهذا الأمر أيضا يظهر مخاطر عدم الإسراع بتمكين الحكومة من إدارة البلاد وهي تمتلك الجيش والأمن المختطف حاليا الذي لا يزال مختطف. ومن ثم أنا أقول إنه لازلنا في مرحلة الخطر جدا، اليمن مش نحن كطرف، اليمن لا يزال في مرحلة خطيرة جدا ما لم يجري تسليم كل أدوات السلطة لحكومة الوفاق الوطني ويتم الانتقال إلى الحوار ومن ثم
تحديد مستقبل اليمن. وما في ذلك العدالة الانتقالية، بما في ذلك العدالة الانتقالية يعني نحن وضعنا نص في قانون العفو بأن يصدر قانون أو قوانين، على اعتبار أنه ممكن نصدر قانون عام، وفيما بعد عندما يأتي المجلس الوطني قد يناقش مسائل متعددة ومختلفة، ومنها الأسباب التي أدت إلى هذه الجرائم مثل الجرائم ضد الإنسانية أو غيرها، من أجل تلافيها مستقبلا يمكن أن يوجد قانون آخر يتعلق بالمصالحة الوطنية، ويوجد تدابير تمنع تكرار هذه الأعمال. طيب معالي الوزير، هناك الآن كيف نستعيد أجهزة السلطة إلى حسب ما قلت من حالة الاختطاف اللي تمت، وأيضا المعالجات التي يجب على الحكومة أن تقوم بها في المرحلة القادمة في هذه تحديدا في المنظومة الشرعية، نتناقش فيها سويا بعد الفاصل، فانتظروا منا. أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بعد هذا الفاصل لنناقش مع معالي وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي. قبل الفاصل عرجت على نقطة أن أجهزة السلطة الآن في حالة اختطاف، وكيف نستعيد أجهزة السلطة التنفيذية إلى وضعها الطبيعي ونعيدها بحيث أنها تستطيع أن تكون خادمة وحامية للشعب؟ أنا أشير تحديداً إلى أجهزة الأمن والقوات المسلحة، والتي لا يمكن للحكومة أن تدير البلاد بدونها، والتي يمكن أن تستخدم لغير الأغراض التي وجدت من أجلها، وهي حماية أمن المواطن وأمن الوطن. ومن ثم أنا أعتقد أنه من غير المنطقي أن نذهب للإعداد للحوار وأن نتحاور من أجل مستقبل اليمن ونحن غير قادرين على إدارة البلاد، لأنه أجهزة الأمن والجيش تحديدا لا زالت مختطفة. هناك بعض الأجهزة المدنية، لكن الأمر ميسور، يعني إنما هذا الأمر هي المهمة الأولى لأي دولة، المهمة الأولى لأي دولة هي حقاق الأمن، يعني أيا كانت هذه الدولة. فبالتالي إذا كنا لا نستطيع أن نؤمن هذا الأمر، فمن غير الممكن أن نخطو أي خطوة إلى الأمام. ولكن هذه المسؤولية ليست مسؤولية الحكومة وحدها، هي مسؤولية كل المعنيين بتنفيذ المبادرة الخليجية وآلية تنفيذ العملية الانتقالية. داخليا تبدأ أولا بالأطراف السياسية التي وقعت، ثم الأطراف السياسية المعنية بالعملية السياسية وبإخراج اليمن من المأزق التاريخي الذي وجدت نفسها فيه، ومن الخطر الشديد الذي لا يزال يواجهها. ثم يأتي دور رئيس الجمهورية والحكومة معا. المهام المناطة بالرئيس وبالحكومة هي مهام مشتركة لو عدنا إلى آلية تنفيذ العملية الانتقالية. وأيضا لا ننسى الدور الخارجي الذي ساعد اليمنيين لتجنيب اليمن الحرب والصدام المسلح والعودة إلى العملية السياسية عبر الوثيقتين. المجتمع الدولي معني أيضا مباشرة بأن يساعد اليمنيين لكي تستطيع الحكومة اليمنية أن تستعيد هذه المعسكرات المسلحة أو القوات المسلحة، وأن تستعيد أيضا الأجهزة الأمنية، وبالتالي تكون خاضعة لوزير الدفاع ووزير الداخلية ثم لرئيس الوزراء أو الحكومة ككل. هذه العملية أنا أعتقد أنه يجب على كل الأطراف أن تتوقف عند هذه النقطة قبل أن تتحدث عن أي عمل آخر. يعني ما فهمت من كلامك أن حتى لو صدر القانون العدالة الانتقالية الذي سيقوم بممارسة مهمة العدالة بعد أن تم منح العفو، في ظل هذا الوضع لن يستطيع القانون العدالة الانتقالية أن يكون حيز التنفيذ. أنا أتكلم عن ما هو يعني أصعب من هذا الأمر وما هو أخطر. العدالة الانتقالية هناك مراحل، يعني الفترة الأولى لعمل هيئة الإنصاف والمصالحة وفقا لمسودة القانون سيكون عمل للكشف عن الحقيقة والمتمثل بجمع البيانات والمعلومات وتلقي الشكاوى نعم يعني وضمن المهامها سيكون أيضا توفير التدابير لحماية المبلغين وحماية الشهود وغير ذلك.
أقصد أنه لدي هناك فترة زمنية متاحة، لكن الانتقال إلى مؤتمر وطني وإعداد دستور دون أن يستتب الأمن في اليمن، دون أن تستطيع الحكومة تتحمل مسؤولية الأمن في البلاد، هذا الأمر الغير ممكن، هو الأمر الأصعب والأخطر، لأنه مستقبل اليمن اليوم مناط بوفاق وطني، وهذا الوفاق الذي سيتحقق بالحوار، ولن تستطيع حتى أطراف الحوار. يعني نحن في المرة الماضية كان هناك حوار جزئي مجتمعي جزئي كان في إطار اللجنة التحضير للحوار الوطني، لم يستطع تستطيع القيادة الجنوبية في خارج اليمن أن تأتي لتلتحق بالحوار، ولم يستطع الحوثيون أيضا أن يأتي بممثليهم إلى لجنة الحوار. فما بالنا اليوم أن استخدام الجيش والأمن ممكن يكون من شخص ليس له أي مسؤولية في الدولة، ومن ثم الأمر يكون أكثر خطرا. ولذلك هنا أنا أدعو أولا أطراف العملية السياسية الموقعين على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية أن يبادروا فورا لإزاحة هذه العقبة أمام العملية السياسية والخطورة أمام العملية السياسية، والتي يجري الآن استخدام هذه الحالة تحديدا من قبل علي عبد الله صالح بالعودة للحديث بأنه رئيس المؤتمر الشعبي العام، وأنه رئيس الرئيس وأنه سيقارع الحكومة وغيرها، وبيده أجهزة مختطفة وقوات مسلحة مختطفة. مثل هذا الأمر يعيد اليمن إلى مرحلة الصفر وهو مرحلة الخطر، ولهذا أدعو هذه الأطراف ممثلة بالمؤتمر الشعبي وحلفاء وباللقاء المشترك وشركاء أن يسارعوا لإزالة هذا الخطر ولكي ننتقل خطوة إلى الأمام. ولكن هذا الأمر لا يعني إعاقة لقانون العدالة الانتقالية، قانون العدالة الانتقالية سيحتاج إلى إنهاء المناقشات فيه، ثم تقديم مشروع إلى مجلس الوزراء، وبعد ذلك إلى مجلس النواب، وهناك فترة للترتيبات اللاحقة. نشرت بعض وسائل الإعلام في اليوم وبالأمس أخبار أن علي صالح المخلوع صالح يعني تحديدا هدد بسحب وزرائه، وزراء المؤتمر من حكومة الوفاق، وأخبار أخرى تسربت على لسان مكتب عبد ربه نشرتها بعض وسائل رئيس الجمهورية، نشرتها بعض وسائل الإعلام أن الرئيس عبد ربه سيقوم بتشكيل حكومة توافقية جديدة، هذه الآن ربما ستعيدكم كحكومة إلى نقطة البداية. أنا لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي بأنه علي عبد الله صالح اتخذ قرار لسحب وزراء المؤتمر الشعبي، لا أستطيع، ولكن أنا ما أستطيع أن أؤكده بأن